بنيان البيت لا يقل أهمية عن بنيان الأسرة، فحسن التخطيط وجمال التصميم وإتقان التنفيذ مهم لبنيان البيت وكذلك لبنيان الأسرة. بنيان الإنسان أهم من بنيان البيوت والعمرة، بنيان الأسرة أهم وأغلى بنيان. بنيان الأسرة مع برنامج بنيان. السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامج بنيان، وبنيان من أجل الترابط الأسري. اليوم موضوعنا نتكلم عن التفاؤل، عن الإيجابية، وخاصة في العلاقات الاجتماعية. ومن يتأمل القرآن الكريم يجد أنه كثير من الآيات وكذلك في السنة النبوية تدعو للتفاؤل والإيجابية، فتفاؤلوا بالخير تجدوه. ولذلك مهم جدا في علاقاتنا، في تربيتنا حق عيالنا، في أسرنا، في علاقاتنا، في العمل، نكون إيجابيين ونكون دائما مرحين ونكون فرحين، وحتى فعلا نبث الأمل في الآخرين. نشوف مع بعض آية من آيات القرآن الكريم، وخاصة في قصة يوسف عليه السلام، كيف أن يعقوب عليه السلام على الرغم من المعاناة اللي عاشها بفقد ولده إلا أن كانت عنده النفسية الإيجابية. ولذلك هذا الموقف فيه درس عظيم، أن الإنسان على الرغم من المحن والأزمات والمصائب، سواء خسارة في تجارة أو ابتلاء في مرض مزمن مثلا، أو فقد ولد، أو لا قدر الله دخول في ابتلاء من الابتلاءات، أن يتأمل هذه الآيات القرآنية ويتعامل على أنه كل قدر يقدره الله لا شك أن فيه خير. الآية تقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. شوفوا الأبو مع أنه فاقد اثنين، يوسف وأخوه، ومع هذا يعطي درس في الأمل وقاعد يربي عياله على التفاؤل: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهني طبعا تلاحظون معي، على الرغم من المعاناة اللي دخل فيها يوسف عليه السلام، إلا أن يوسف عليه السلام أخذ هذه النفسية والشخصية من أبوه يعقوب عليه السلام. يعني دخل السجن وتعرض للمحن وكان في الجب وتم البيع والشراء في القافلة الليات اللي هي العير، وبعدها يعني امرأة العزيز والقصة اللي تعرف، يعني كل هذا ويوسف عليه السلام يتلقى كل هالصدمات في الحياة وهو إيجابي ونفسيته حلوة ويتعامل مع الأحداث، وحول السجن إلى مركز دعوة وصار ينشر الخير. فإذا الإيجابية والعلاقات الاجتماعية، شيء بالشيء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة. تعرفون يعني الواحد لما يزرع علشان تطلع النخلة تحتاج وقت طويل، هذه الفسيلة الصغيرة إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبث الأمل فينا وشون نتعامل مع أحداث الحياة. قصة من القصص اللي صارت في السيرة النبوية، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التفت على الصحابة كان يقول لهم: منو فيكم اليوم عاد مريض؟ كان يقول: أبو بكر الصديق أنا رضي الله عنه. طيب منو فيكم اليوم تصدق؟ كان يقول: أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فيكم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر الصديق أنا. فقال: من فيكم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر الصديق أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمعت هذه
في رجل إلا دخل الجنة، يقصد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنا بسأل سؤال، تعرفون هالأحداث الأربعة، الصيام والصدقة واتباع الجنازة وزيارة المريض، تعرفون متى صارت ومتى النبي صلى الله عليه وسلم سأل هالسؤال؟ سأل هالسؤال بعد صلاة الفجر. فتخيلوا أبو بكر الصديق وهو رايح المسجد زار مريض وتصدق واتبع جنازة وكان صايم. إذن مرة ثانية، الإنسان مهما كان، كل ما كان مبادر في الخير، كل ما كانت عنده الإيجابية مرتفعة، كل ما شفنا علامات السعادة في حياته. حتى لو عنده أزمات، عنده مصائب، أو يسمع مشاكل، أو يعيش مشكلة، لكن تبقى يعني مسألة الروح الحلوة هي اللي تعطي الإنسان الأمل وتعطي الإيجابية. النظارة هذه، في ناس يلبسون نظارة التشاؤم في الحياة، وفي ناس يلبسون نظارة السلبية، كل شيء يشوفونه سلبي وكل شيء يشوفونه مصيبة وأزمة، وفي ناس يلبسون نظارة الإيجابية، أن أي حدث يصير يقول إن شاء الله فيه خير، واللي الله مقدره أكيد فيه خير. فلذلك إحنا المفروض نلبس نظارة الإيجابية ونشوف جميع الأحداث بنفسية فيها تفاؤل مرحة، وبنفس الوقت النفسية تكون إيجابية. خل أقول لكم قصة رجل هو يعتبر عامل من العمال في الميناء، ومعه مجموعة عمال، وكل يوم يدخلون الكونتينرات، تعرفونها هذه مالت الشحن اللي يحطون فيها أثاث، يحطون فيها مواد، يعني إذا كان في مواد غذائية تكون ثلاجة، وإذا مواد مثل الأثاث وغيرها تكون كونتينر عادي. فالمهم هم يدخلون ويحصون والله كم كرتون، شنو يجردون الأغراض اللي داخل الحاوية هذه. المهم ذاك اليوم مجموعة من العمال، راح واحد منهم فتح الثلاجة ودخل داخل حتى يجرد الأغراض اللي داخلها. انتهى الدوام، ربعة سكروا الباب، ما يدرون صاحبهم داخل الثلاجة في الميناء، سكروا الباب ومشوا. بعدين هو فطن ان الباب مسكر، قام يطق الباب يطق الباب، ما حد يرد عليه. قال خلاص انا اليوم ميت ميت، وقدر الله أنه هذا اليوم من الدوام كان آخر يوم في الأسبوع، يعني باكر واللي عقبه إجازة. قال يعني الثلاجة ما حد بيفتحها، فظل مستسلم ينطر الموت. وفعلا جلس إلى أن مات. لما صار بداية الأسبوع وبدأ الدوام، يو ربعة يتفقدون افتحوا الثلاجة ولا لقوا صاحبهم ميت. وين العجيب في القصة؟ إن لقوا صاحبهم قبل لا يموت كان عنده ورقة وقلم ويكتب، فقاعد يكتب إني أنا وحيد في هذه الحاوية اللي هي الثلاجة، ومن شدة البرد بديت أشعر إنه أطراف قدمي بدأت تتجمد، البرودة وصلت إلى ساقي، البرودة وصلت إلى جسدي، أصابع قدمي وأصابع يدي بدأت تتجمد، الآن أصبحت لا أستطيع أن أكتب بالقلم وأنتظر الموت. وفعلا القلم طاح ومات الرجل. وين العجيب في القصة؟ أنه اكتشفوا العمال أن هذه الحاوية اللي هي الثلاجة ما كانت موصولة بالكهرباء، يعني ما هي ثلاجة أصلا، ما كانت شغالة، يعني معناته ما فيها برودة. طيب إذن هذا الرجل شو اللي موته؟ موته التفكير، موته الهم، موته الظن. ولهذا ليش نقول دائما خلي الإنسان يكون متفائل، تفائلوا بالخير تجدوه، خلي يكون الإنسان إيجابي، لا يفكر بأفكار غير واقعية، لا يتخيل أشياء غير موجودة. أنا ذاك اليوم وحدة في الاستشارات
تقول لي أنا زوجي عندها المشكلة الفلانية. قلت له طيب، أعطيتها مقترحات. كانت تقول لي بس هو لو صار كذا وبعدين اكتشفت كذا وبعدين لو أنا شفت كذا شو الحل؟ قلت لها أنت الحين قاعد تتخيلين مشكلة ما صارت وتبيني أعطيك حل للمشكلة اللي ما صارت اللي أنت قاعد تتخيلينها. قلت أنا ما أقدر أعطيك حل، أنا أعطيك حل لشيء واقعي. تقولي لي صار كذا كذا كذا، أقول لك العلاج الوصفة الفلانية، سواء كانت مشكلة تربوية ولا مشكلة زوجية. تبين تتخيلين مشكلة ما صارت وتبيني أنا أتخيل حل أعطيك إياه؟ فإذا الإيجابية في العلاقات الاجتماعية، الإنسان لابد يكون إيجابي، يتعامل مع الواقع، ما يتخيل شيء ما صار، وهذا الخيال وهذا الهم وهذا الظن يذبح الإنسان ويؤذيه ويخليه قلق وما يخليه سعيد ويخليه مكتئب. ولذلك لازم إحنا ننتبه لهذه المفاهيم. ترى هذه مفاهيم اجتماعية ومفاهيم نفسية، لكنها كلها تؤثر على صحتنا وعلى سعادتنا في الحياة. صفات الشخص الإيجابي، شلون نقدر نعرف إذا فلان هذا إنسان متفائل، إنسان إيجابي، حتى ما نعيش نفس قصة اللي مات داخل الثلاجة؟ وبالمناسبة الثلاجة هذه يعني صح إن في البداية كان فيها برودة، بس لما انتهى الدوام وراحوا العمال طبعا يعني طفوا الكهرباء، لكن هو ما زال يعيش في الهم والظن اللي اقتله. صفات الشخص الإيجابي شلون؟ صفات الشخص الإيجابي هي 5، نشوفها مع بعض. لو قلنا احنا الحين 5 صفات للشخصية الإيجابية. الصفة الأولى تشوفون الروح الحلوة نسميها مثلا، ها، والابتسامة الدائمة، يعني دائما روحها حلوة حق أي شيء يصير. يعني حتى لو راح المطار قالوا له والله الطيارة طارت ولا اختربت ولا، يقول ما يخالف لعل فيها خير، وبدام هذا قدر أكيد فيه خير. ها، يعني روحها حلوة، مو دائما أزمة، مو دائما متوتر. فالروح الحلوة أول صفة. الصفة الثانية عندنا اللي هي الابتسامة، تشوفونها دائما مبتسم ويضحك ويتغشمر، هذه من صفات الشخصية الإيجابية، الشخصية المتفائلة. الصفة الثالثة في الشخصية أنه دائما يفكر بطريقة إيجابية حق أي حدث يصير له، دائما يحوله إلى شيء لصالحه، أي حدث، أبدا أي حدث، ويأخذ كل شيء في الحياة تجربة جديدة. مثلا داخل مطعم وفي باله وجبة معينة، قال لراعي المطعم والله الوجبة انتهت، قال بسيطة، في وجبة ثانية؟ نعم في وجبة ثانية. طيب ما جربناها؟ ما جربناها، طيب نجربها يلا. فيعتبر هذه قاعد يزيد خبرته في الحياة، يعني قاعد يشوفها بهالطريقة. بينما الشخص اللي مو إيجابي يقول أوه الحين ما صارت إلا على حظي، خلصت الوجبات في المطعم. اللي مو إيجابي دائما يشوفها بهالطريقة. الشخص الإيجابي لا، دائما روحه حلوة، مبتسم، وأي حدث يصير يشوفه زيادة لخبرته وزيادة لتجربته في الحياة. من الصفات كذلك اللي هي يعني يذكرونها اللي هي نشر الحب. يعني أنا أقول لكم شلون في علاقاته مع الآخرين، في صداقاته دائما هو يعطي، دائما هو يدعم الإيجابية، يدعم التفاؤل. ولذلك أغلب الناس ترى لما يسولفون دائما إما ينتقدون أو سوالفهم مشاكل، أو يبين الإنسان دائما أنه هو عنده متأزم، أو يعني ينتقد المجتمع، ينتقد أهله، ينتقد ربعه، ينتقد سيارته، ينتقد كل شيء. الشخص الإيجابي لا، ما يتعامل بهالطريقة أبدا، وإنما يشوف الزوايا الإيجابية في كل مشكلة. آخر نقطة اللي هو القدر، يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل قدر له هذا القدر، وطالما ربنا قدره إذن فيه خير. فدائما عيونه تشوف الخير،
وتشوف أنه هذه من أقدار الله عز وجل. إذن هذه خمس صفات تكون في الشخصية الإيجابية، وموضوعنا كان الإيجابية في العلاقات الاجتماعية. منو فينا إيجابي؟ هو السعيد في الحياة. ومنو فينا متفائل؟ هو اللي نلقاه دائما مبتسم ودائما سعيد في هذه الدنيا. Thank you.